الإيمان، الإيمان حزام الأمان، إذا وجد فأنت في أمان. والشيطان تسلطه عليك ضعيف، مثل ما قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بس بإيمان. إذا ما في إيمان الشياطين تتسلط. إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. شياطين تجلب بالخير والرجل وتسول وتمني وتأتي من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، سوي عليك إحاطة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكن إذا وجد الإيمان تبعثرت جهود الشياطين وضعفت.